اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين في حلقه جديده من برنامج هدوء القلب وزي ما الكتاب بيقول حياه الجسد هدوء القلب والرب يمتعنا دايما بالحياه والحياه الافضل كما جاء المسيح لذلك لذلك يسعدنا ويشرفنا يكون معنا ضيفنا الحلقات الدكتور القس يوسف بخيت اهلا وسهلا بك اهلا بك أخت ليديا اهلا وسهلا بحبائنا المشاهدين في كل مكان اهلا بحضرتك يا حل مره اخرى وكنا اتكلمنا على مدى حلقات طويله عن عدم اشباع غريزه الشبع والارتواء بيحصل مشاعر كثيره جدا سلبيه اتكلمنا عن مشاعر الملل والرغبه في التجديد وايضا مشاعر الوحده اتكلمنا عن الشراهه والدنيه والحلقه اللي فاتت اتكلمنا على مشاعر الحرمان نعم حابين النهارده نتكلم نعمه الرب على مشاعر حب الامتلاك والتملك يا ترى هل في انواع من حب الامتلاك طبعا اكيد في انواع من حب الامتلاك بس في عندي حب الامتلاك ايجابي وفي حب الامتلاك السلبي <applause> حب الامتلاك عندي بنوعه الى حاجتين الحاجه الاولانيه حب الامتلاك للاشياء وفي حب الامتلاك للاشخاص <applause> في دول عين <applause> حب الامتلاك للاشياء مش مش عيب ابدا يكون عندي مال <applause> مش عيب ابدا يكون عندي بيت يكون عندي سياره مه. يكون عندها مجوهرات مه. يكون عندها كماليات حاجات موجوده عندها في البيت بتحتاجها المراه للمطبخ مه. او اجهزه الى اخره بالمره بالمره ده مش عيب ان كل واحد يمتلكها تكون موجوده عنده صحيح. انا كمثلا كحد بيدرس مش عيب ان يكون امتلك مكتبه وموجوده عند المكتبه ده صحيح فده ده طبيعي مه. في حب التملك للاشخاص <applause> حب التملك للاشخاص برضه ما هوش عيب بس حب التملك بدون ما يدي الحريه للاخر هو دي المشكله حب التملك بدون مدي مجال ومساحه للاختلاف والتنوع مشكله <applause> عشان كده حب التملك هو الاصل حاجه نفسيه للجميع كل الناس عندهم موجوده جزء من عشان كده احنا عن الغرائز ضمن <applause> 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 الغرائز حب التملك فالانسان بيحب يتملك مم. الله مش بيكره ابدا بالعكس بيقول اما من جهتي فحاشا لي اني اكرم الذين يكرموني, يكرموني. لما حتى الرب دعا ابراهيم قال له اترك ارضك وعشيرتك اخرج للارض اللي انا اريك اياها والرب قال له اجعلك تتملك في الارض صحيح وقال الى خاصته جاء بالظبط في في رب قال جعلتكم لنفسي شعبا وخاصه عشان كده عشان كده الحب الطبيعي ان انا امتلك اشياء ده مش 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 حاجه بيكرهها ربنا او حتى ان احس ان انا مراتي ملك مراتي تحس ان انا ليها بس هل معنى ان انا مراتي تحس ان انا ملك ليها بس تبقى قيد عليا وما تخلينيش اتعامل مع اي حد تاني ولا بتديني الحريه انها تتعامل مع اي حد في نطاق الخدمه او في نطاق العمل او معنى ان انا بحب مراتي وان بالفعل احنا الاثنين جسد واحد فاحنا امتلكنا بعضنا البعض هل معنى ان احنا امتلكنا بعضنا البعض هل بنحرم بعض من اي نوع من انواع الخصوصيه او الاهتمامات مراتي عندي اهتمامات مثلا مختلفه عن اهتمامات مراتي أو اهتمامات مراتي مختلفة عني أنا بدي لها حرية اهتماماتها بتعيش كل اهتماماتها من, غير ما يحصل خلل في علاقتنا بعضنا مع البعض ده يدينا تكامل بعضنا مع البعض بنحب بعض بنتكامل مع بعض في نوع من الحرية في تعاملاتنا وفي اتصالاتنا في علاقاتنا فده طبيعي وصحي لكن اللي احنا بنركز عليه لما بسبب الخط... الخطيه والسقوط الانسان بيحب يمتلك الاشياء دون ان يشارك بها احد المره وده المشكله اللي وقع فيها الانسان بعد السقوط لكن يا ترى الاسيس حضرتك قلت حاجتين قلت اتكلمت عن الحب واتكلمت عن حب التملك معه. ايه الفرق بينهم الحب ان انا اعيش بسعاده وحريه وثقه مه. واهتمام مع من احبه يا. زي العيله العيلة فيها الزوجة فيها الزوج فيها الأبناء فيها الإخوة والأخوات فيها الأصدقاء فيها المؤمنين فيها الكنيسة بالحب كل علاقتنا تبقى علاقة مباركة وعلاقة سوية وعلاقة رائعة ده صحيح لكن حب التملك بقى ده الفرق إن دايما يبقى شخص متوتر بيحب يسيطر دائما ويتدخل في كل صغيره وكل كبيره. مم. في حياتك، في اكلك، في شربك، في لبسك، في علاقاتك. نفسك يمكن بعدها يعني قرب يقول لك تتنفس كم نفس في في, <applause> في الدقيقه وتخلي في اشخاص بالمنظر ده يا استاذ الحياه موجود مم. حب التملك كونه نظره طبيعيه ده حاجه كويسه لكن لما يتقلب عكس كده يبقى حاله مرضيه. مم. فلما انتهك الخصوصيه واسيطر على الغير والاخرين واتحكم في تفصيلات حياتهم الحقيقه ده حب التملك اللي محتاج وده اللي بنتكلم عنه ان احنا ازاي نقدر نتحرر من هذا الحب لانه حب متعب للشخص نفسه وللاخرين ايضا لان الاخرين مش هيقبلوا حد يسيطر عليا ده مش هقبل حد يتسلط عليا Yeah. وانا وانا بحب وانا بمتلك بدي مساحه الحريه فلما نبقى بندي المساحة زي ما قلت في الكلام اللي فات يبقى يبقى في سعاده ده صح لكن لما يبقى في تسلط تقعدي القعده الفلانيه القعده الفلانيه مش بتعجبني <applause> يعني حاجات كتير قوي yeah, بنتدخل فيها أنا لما اقول لك او تقولي كذا ما تقوليش كذا آه تروحي الحته الفلانيه ما تروحيش الحته الفلانيه يا وده عشان كده يا حر الاسيس عايزين نقول يا ترى هل في علامات او خطوط ارشاديه تقول لنا انه يعني انا كده بتملك اللي او بحب اتملك اللي او انا مش بعمل دوت فعايزين خطوط ارشاديه كده او علامات علامات حب التملك وده ده حقيقته انه في فراغ نفسي وعاطفي بيملا هذا الشخص اللي عنده حب التملك فنتيجه حب التملك بيسعى لاقتناء الاشياء علشان يشبع الجوع اللي موجود جوه نفسه فنجد مثلا فهم. انا اشرت ان انا كحد بيدرس عندي كتب ودايما لا اكف عن الاطلاع والقراءه لكن لما يعني احد مره قال ليس المهم كم كتابا في مكتبتك لكن كم كتابا قراته ففي ناس كتير يجيبوا الكتب ويكوموا الكتب عشان يفتخر ان عندي مكتبه مش موجوده عند اي حد لو انا بجيب علشان افتخر ده حب تملك صحيح لكن لو انا بجيب الكتب مثلا مم. مش عشان اتملك عشان اتعلم واستفاد منها واقراها حاجه كويسه لكن مجرد اقتنائها فقط يبقى في في مشاعر جوه نقص في العواطف والمشاعر موجودة فبحاول أملاها بحاجة تانية يه. أو مرات ناس يدوروا على تحف ثمينة وأشياء غالية هم مقتدرين ماديا فدايما يقتنوها وييجوا يفتخروا بيها قدام الناس انا عندي حاجه مش موجوده دي النسخه اللي عندي مش موجوده في اي حد تاني زي مرات بعض الدول يقتنوا حاجات حاجات معينه عشان يفتخروا احنا الدوله الوحيده الموجوده عندنا مش موجود منها في العالم ده مرات حب تملك مرات ممكن يكون تميز لكن مرات لما تصل الى حب الامتلاك للاشياء بتبقى مشكله الحياه اذا حركة القسيس حب التملك هو ان انا احب اجيب احسن حاجه وتبقى هي ملكي ويمكن القطعه الوحيده زي ما حضرتك بتقول دي حاجه الاشياء تملك الاشياء ودي حاجه بتديني يمكن تعويض عاطفي او اشباع عاطفي ان انا عندي حاجه يمكن ناس كثيره ما عندهمش زيها ماذا عن حب تملك الاشخاص الحقيقه بيبقى لما شخص بيحب يمتلك شخص بيحب ان التعبير يحركه بالريموت طالما انا امتلكتك يبقى لا يرفع ايد ولا رجل ولا كلمه ولا يروح اي مكان الا لما تديله له الامر حتى لو بعيد عنه بالريموت يعني بعيد لو بعيد عنه, عنه. Yeah. كيف تحكم ما يكون. عن بعد زي ما بسمع. يتحكم في تماما انا بتاعي وانت ملكي ويعني ما اه بيسلبوا حريته تماما 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 في حالات حب الامتلاك الحقيقه هو بيظن انه بيشبع الجوع اللي موجود جواه لكن الحقيقه هو عباره عن بيحبس نفسه بسبب هذه المشاعر وكانه حاطط نفسه وحاله في دولاب من فولاذ مش قادر يخرج بره محبوس هو اللي محبوس لانه لا يمتلك نفسه مش اللي بيمتلك نفسه كمان ان اللي, اللي بيميل الى الامتلاك مرات يحب يتلامس مرات مع الناس لأنه بيمتلكهم عايز يوصلهم أنتم بتوعي ويتصرف بأنانية مع من يحب مه. يعني الشخص اللي أنا بحبه ما حدش يلمسه غيري ما حدش يقرب منه غيري وعشان كده مرات بعض الناس مه. بيمنعوا سيداتهم مثلا السلام على الرجال مه. لأنه أنت ملكي فممنوع تسلم على راجل غيري يا يمكن احيانا بيمنعنا تروح لأهلها او تتواصل مع أهلها هو ليه الاولويه وهو وحده بس ليه السلطان عليها يمكن أهلها او او لا يسمح لها بالخروج او لا تسمح له بالخروج ما ينفعش نخرج نروح مكان نرفع على نفسينا بسبب مشاعر حب التملك بسبب مشاعر حب التملك يريد ان يتصرف في حركاته في مشيه في اختياراته لا ليس لا حق إيه ما تلبسيش ايه كل حاجه سواء سيده او رجل او العكس طبعا طبعا فبسبب هذا الحب الامتلاك فده بيولد مشاعر عدم الامان والواحد بيصدق امتى يبعد عشان اتنفس انا 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 زهقت انا تعبت منها انا تعبت منه لانه مسيطر عليا بشكل بشع ويصدق في غيابه يلاقي او تلاقي اي حد صديق محبب ممكن بيبكي بسبب حب التملك ولا هو مرتاح ولا الطرف الاخر مرتاح لانها مشاعر مؤذيه الحقيقه بتؤدي لانتهاك الخصوصيه وعدم احترام الراي الاخر وعدم احترام شخصيه الاخر وده مش خطه الله للإنسان، رغم إنه موجود في العالم والناس بتاكل في بعض بسبب حب حب الامتلاك وحب التملك، ومرات يحصل خناقات وخصام وغضب ومشاكل بينتج عنها، سببها الحقيقي إن في جو عاطفي موجود جوه ولد بكمل النقص اللي عندي بحب الامتلاك. يحمينا الرب لأجل إنه قد إيه أنا بدمر نفسي زي ما حضرتك بتقول. وبدمر الاخر اللي معايا اللي انا بحس ان انا بمتلكه لان هو مش شيء هو شخص الرب نفسه اداله حريه الاختيارات وحريه التحرك وان هو يمارس حريته بشكل صحيح آه رب يحمينا لكن يا ترى لو انا اكتشفت ان انا في حب التملك السلبي مش الايجابي اعمل ايه ده اللي هنشوفه بعد الفاصل اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل وهنرجع لكم حالا فابقوا معنا شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج ان كان لديك اي سؤال او استفسار او ان اردت الحصول على احدى حلقات هذا البرنامج يمكنك الاتصال بنا على 7147094300 او ارسل لنا على البريد الالكتروني at tv.com كما يمكنك زياره موقعنا الالكتروني على www.alkarmatv.com او راسلنا على P.O. Box 3610 Seal Beach, California 90740اهلا بكم أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل وتعالوا بنا نرحب بضيف الحلقات الدكتور قس يوسف بخيت اهلا وسهلا بك اهلا بك يا اختي اهلا وسهلا بحبائنا مشاهدين في كل مكان اهلا بحضرتك مره اخرى واتكلمنا في الجزء الاول من الحلقه عن مشاعر حب التملك واتكلمنا انه في حب التملك الاشياء وللاسف في حب تملك ايضا للأشخاص اتكلمنا انه في حب تملك ايجابي واتكلمنا انه في حب تملك سلبي واتكلمنا ايه العلامات اللي بتدل انه الشخص ده بيعمل يعني بيمارس حب التملك في الاشخاص اللي حواليه او ايضا الاشياء اللي حواليه وكلمنا انه حب التملك احيانا مش احيانا هو بيضر الشخص اللي بيحب التملك وايضا الشخص اللي هو بيتملك فيه عم. لكن يا ترى لو انا دلوقتي سامع حضرتك وحسيت انه في فعلا عندي حب تملك في حياتي لشخص او لشيء يا ترى ازاي اتخلص منه الحقيقه علينا, علينا ان ندرك حقيقه ان الله خلقنا لكي نكون سعداء بالتاكيد ونحيا في قمه السعاده م -م. وخلقني علشان اكون متواصل مع الاخر yeah. فالله لما خلق ادم وخلق له حواء اتواصلوا مع بعض وحتى خلاهم يكونوا متواصلين مع باقي الخليقة مع كل الحيوانات الأليفة ده صحيح. لأن قصد الله حياتنا م -م. سعادتنا لكن مش من حقي وده اللي دخل حب التملك yeah. درجة إلغاء الطرف الآخر فلو أنا عايز أتحرر من حب التملك يبقى لا ينبغي ان اضع قيد على من احب. م -م. الحب هو كيف اسعى لاسعاد الاخر بالضبط كيف ابذل والنتيجه الأخ. يعني نحن نحبه م -م. لانه هو احبنا حبنا أول. اولا. صحيح فانا بقدر امتلك حب الاخر لاني بديله حريته وفي نفس الوقت بظهر ليه المحبه والاهتمام الكامل. مم. بدون ان يدرك ان انا امتلكته ففي ناس مرات يقول لك انا فلان اسرني بمحبته مم. كلمه اسرني يعني انا بيت مقيد بحبه مم. بس لانه مش فلان قيدني لا بسبب مدينه حريه وبيعبر عن حبه ومحبته ثابته غير متغيره فبيت انا مأسور بهذا الحب رب يسوع كل المجد لما احبنا رغم ان احنا بعد الايمان الله بيترك لنا الحريه حتى بعد الايمان ده صحيح يعني يقول لي عالمين انكم قد اشتريتم بثمن يبقى الله دفع فيا ثمن طب لما هو اشترانه دفع فيا ثمن هل بيتعامل معايا كعبد ممنوع اعبر عن رايي ولا اعبر عن افكاري لا مش ممنوع فرغم ان الله هو له حق الملكيه علينا لكن بيدينا الحريه نعبر عن ارائنا اساف عبر عن رايه لما كان تعبان من نظره الاشرار مم. يونان عبر عن رايه لما لقي ان الله قبل الناس وقبل توبه الناس وحس ان هو وعظ وعظ والوعظ اللي وعظه آه جاب نتيجه مش يا مش ريت يعني يعني كان فرحان وجاب نتيجه لا هو مش فرحان لا يعني هو قال له من ربنا هيهلك ويخرب البلد وهيجيب مم. نار بيحكم عليهم بالقضاء بالصبت. فيونان مستني قضاء الله مم. فالناس يقولوا طب انا لما اتكلمت بالقضاء على الناس يبقى مم. انا انا اطلع كذاب فراح زعلان من الرب وراح عبر له عن زعله مم. ليه؟ رغم ان الله مالك يونان مم. لما تمرد يونان الله لانه بيحبه حافظ عليه وخلاه يعمل مشيئته لكن احترم رغبه يونان وأن يعبر عن كل المشاعر الموجوده جواه ده صحيح فالله بيحترم رغباتنا وارادتنا عشان كده بيقول آه الله لنا نموذج هو قدوتنا ناظرين مم. الى رئيس الايمان يعني. ومكمله يسوع المسيح مم. يبقى زي ما يسوع بيدي حريته للكنيسه مم. الكنيسه النهارده لو الرب مش مدي لها حريتها ما كانش حصل انقسامات الحاصله في كل الكنايس لان الله مدي لها حريتها وفي نفس الوقت هو ملكها مم. وبيمتلكها ودافع فيها ثمن غالي يبقى من هنا في علاقتنا مع الاخرين وفي محبتنا يبقى بنقدر نعمل ده وعلينا للناس اللي هم بيحبوا عندهم مشكلة حب التملك نشرح ليهم الفرق بين المحبة الحقيقية وبين حب التملك المؤذي للآخرين لإن مرات يبقوا الناس مش فاهمين دي، لما يفهمها بيقدر يتحرر من دي. يا yeah. حضرتك قلت نقطتين مهمين قوي قوي في no. النقطة دي، إنه آه، الآية بتقول آه، علمين أنكم اشتريتوا بثمن فلا تصيروا عبيدا للناس، وده الشخص اللي أنا لو أنا شايف إنه في حد بيتحكم فيه وبتملكني بشكل قوي قوي، فمهم قوي نعرف إنه أنا ليا حرية في المسيح. No. النقطة الثانية حضرتك قلتها كمان آه، إنه قبل كده قلتها إنه الشخص اللي هو بيحب يتملك شخص أنيني. مزبوط. لكن بالظبط لكن الحل ان انا اشارك اللي الرب بيديهوني وادي الحريه للشخص الثاني عشان يقدر يعيش الحريه اللي الرب اداها اه ونقدر نعيش احنا الاثنين في محبه حقيقيه مظبوط ماذا ايضا من علاج لمشكله حب التملك علي ان انا ادرك ان كل كيان له ارادته بزبط. وله حريته فلا بد من اعطاء مساحه للحريه للطرف الاخر اللي انا حابه عايز امتلكه ممكن اكون عايز امتلك ابني ممكن يكون عايز امتلك بنتي ممكن يكون الولد والبنت عندهم حب الامتلاك لبابا وماما ما ينفعش يكونوا لحد تاني غير انا ممكن اكون بمتلك زوجتي ممكن بكون عندي حب التملك الأسيس بتاعي يعني في ناس بعض الناس بيمتلكوا الأسيس ما ينفعش يروح المكان الفلاني وما ينفعش يروح الكنيسه الفلانيه ويبقى مسيطر عليه وعاوز يمتلكوا بتاعنا لكن لما ندرك ان في حريه للشخص الاخر وللكيان الاخر فبنخاف عليه لكن بحدود الحمايه زي بالظبط مثلا لو انا انا بخاف على ابني وهو صغير انا بدي له حريه بخرج معاه مثلا في مكان امن واخليه يلعب ويتحرك ويجري يتنطط زي ما هو عايز بخرج معاه لو انا ماشي في شارع بدي له مساحه حريه من الامان وبحذره لو شاف عربيه يتصرف ازاي وعيني عليه لما يجي وقت الخطر او يتصرف وقت غلط لان على مسافه مقربه منه هجري وانقذه يبقى اديته حريه من المساحه يتحرك فيها وفي نفس الوقت وقت الخطر انا مديته وحميته من الخطر دي يبقى انا لمش... عشان هو صغير لكن عشان هو صغير ولما كبر خلاص ما عنده ده بالعكس ده انا خرجته سوى نفسيا فبقي بيتصرف صح لكن لو انا متملك عليه لو تعرض لحادث مش عارف يتصرف لكن لان دربته على التصرف الصح فلما كبر قدر يعمل كده في جزئيه مهمه ثالثه الرب اتكلم عنها لان مرات بسبب حب التملك بنحاول نشبع نفسينا باي جوانب سواء بامتلاك الاشياء ده مرات يعني نبقى مضغوطين ماديا وعايزين نمتلك او مرات نروح المولات والاماكن دي ويبقى عاملين عروض مغريه فنشتري من مبدا حب التملك وبعد كده نفاجئ ان الفلوس خلصت وبعد كده لو ان احنا بقينا مديونين yeah. واللي جبناه ما استعملناهوش mm -hmm. وبقى تكدس علينا تكدس في البيت والبيت بقى زحمه ومليان حاجات كتير قوي وبعد كده فجاه الحاجات اشتريناها تلفت ورمناها فمحتاجين نتحرر من حب التملك اشتري ما نحتاج اليه وفي اي وقت العروض مش بتنتهي مش بتبطل المضاربه في في الدنيا دي شغاله كويس قوي فمرات زي ما قال الكتاب بنحفر لانفسنا ابارا ابارا مشققا لا تطبقنا وكل من يشرب من هذا الماء يا عطش ايضا يا عطش ايضا حضرتك قلت نقطه مهمه قوي وحابه ان انا اركز عليها انه هي. في فرق بين الويش والنيد في فرق ان انا عندي احتياج انا بشتري عشان عندي احتياج او أتملك عشان عندي احتياج فعلا انا بسده ولا انا مجرد عايز آه نفسي اجيب كذا ولا نفسي اجيب تمام. دي نقطه مهمه قوي قوي آه لاي حد بيسمعنا لانه مهم ان انا ما فلوسي او ان انا ما اجيبش حاجه او اقتني حاجه غير فعلا يا يعني اما انا محتاجها ودي حاجه مهمه عشان ما اقعش في اللي بتقوله ان انا اكون بجيب بكدس حاجات والديون بتزيد وفي الاخر انا بحس ان انا خسران وما اشبعش الاحتياج الداخلي جدا جوايا آه لانه الاشياء عمرها ما بتشبع احتياج الانسان في حاجه تمام. تانية كمان مهمه أوي. أني يعني لازم أكون مصدق أن الرب بيملا ويسدد كل احتياج. مم. فمرات الخوف من العوز أو الاحتياج يخلينا عم أجيب وأكوم هو الجذور حب امتلاك. مم. المنطق العقل اللي شكله قدام الناس إحنا مش ضامنين بكره إيه اللي يحصل فيها. مم. إحنا خايفين ممكن بكره عدم أمان الأمر ده ما فطالما جه قدامنا فليلة وفرصة ما نجيب. النتيجة إن إحنا ما عندناش إحساس بالأمان والخوف من العوز لبكرة yeah. ده محتاجين نتحرر من ده لأن مرات الخوف من العوز والاحتياج بمتلك 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 وفجأة أن أنا عشت تحت ضغوط عشان mm. كده لازم أصدق أن الرب بيملأ كل احتياج يقول mm. في سفر المزامير مزمور 107 9 لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا mm. يبقى أنا مصدق أن الرب يعرف يملأ الاحتياج زي مثلا المريمات كانوا خايفين يروحوا للقبر ما لهاش علاقه بالاحتياج بس ليه علاقه بجذور الخوف اللي بتخليني عايزه امتلك فالقبر موجود فيه حرس الرومان القبر موجود عليه حجر ضخم yeah. وهم مش هيقدروا يدحرجوا الحجر mm -hmm. طب يتعاملوا زي مع العسكر الرومان والقبر مختوم بخاتم الحكومه الرومانيه mm -hmm. لو منعتهم مخاوفهم من الذهاب في الوقت ده ان يروحوا للحجر يروحوا للقبر مم. ما كانوش تمتعوا بفجر القيامه. ده صحيح. لكن كون انهم اتحرروا من الخوف دوت وتحركوا بحريه رغم ما لقيش من يو من يدعمهم للتحرك بالحريه فراحوا وفوجئوا انه ليس هو ها هنا لكنه قام. قام. فمرات كتير محتاجين ان نطرد الخوف لان المخاوف اللي جوانا مم. من بكره لما نيجي لبكره مش هنلقاها ده صحيح ليه انزعج واقيد نفسي وانا اله بكره مهتم بيا يسوع المسيح هو هو امس واليوم وإلى الأبد يمكن ده كان بيفكرني ببني إسرائيل أما كانوا في البرية ورب اداهم المن من السماء نعم. وكانوا حبوا يخزنوا في الأول لقيوا أنه بيطلع عليه دود ويبوز الرب قال لهم أنا هديكوا كل يوم ما عدا بس طبعا يوم هو يوم الرب اللي كان ساعتها يوم السبت هديكوا ضعف فده ما كانش بيبوز إذا مهم قوي أن أنا أعرف أنه الرب بيهتم بيا ورب بيرعاني جدا جدا وبيسدد كل احتياج بحسب غنيه في المكتب لابد من حياة الاتزان مم. من خلال الكلام اللي انت بتقوليه لما الرب كان بيعطي المن لو واحد خاف من عوز بكره بكره في من وراح مدخر من قال بدل ما اخرج كل يوم اجيب من راح واخد مني كان فيه ثلاث ما انت تقول المن كان بيدود بالزبط الراجل اللي عنده المن ده مع ربنا بينزل من كل يوم خلاص انا مش هاخد من بقى في اليوم السادس اليوم السابع مم. فيجي اليوم السابع يطلع يجيب من لا من مفيش مم. لكن الشخص اللي اللي اطاع وصيه الرب وعاش باتزان وتابع لوصيه الرب يبقى في كل يوم بياخد المن ياكل ويشبع هو واسرته واليوم السادس اخد من اليوم السادس واليوم السابع يبقى الرب اداله حكمه الادخار لليوم السابع yeah. في اليوم السابع عنده ما يشبعه mm -hmm. مش حب تملك هنا yeah. لكن إطاعة الوصية الرب mm -hmm. كلما أطعنا وصية الرب وسمحنا للرب يملأ قلوبنا كده الرب يقول يقودك من وجه الضيق mm -hmm. إلى رحب لا حصر, لا حصر فيه عمي. الله ضامن بكرة mm -hmm. وضامن اللي جاي بدل ما أتصرف تصرفات خاطئة ده حب التملك أسمح للروح القدس يحررني ويقودني عشان اتصرف صح امتى نشتري وامتى لا امتى نمتلك وامتى ننتظر امين يا حضره القسيس وزي ما الكتاب بيقول فيملا الهي كل احتياجكم بحسب غنيه في المجد في المسيح شكرا ليك حضره القسيس لوجودك معانا في الحلقات شكرا. ربي يبارككم ومكملين رحلتنا ومصدقين في رب هيسدد فينا كل احتياج اعزائي المشاهدين شكرا لحسن متابعتكم والى اللقاء في حلقات قادمه من برنامج جدول القلب ورب معكم